المقلب التالي سهل جداً، إنه يتطلب بعض التحضير. على قطعة من الزجاج كهذا الإطار، صب الصبغة بطريقة عشوائية في كتلة نوعاً ما. ولا تقلقي، لا يجب أن تكون مثالية. ولا تنسي ملء كل الفراغات. تريدين شكلاً مصمتاً؟ جميل. والآن ابدأي ببطء بسحب الصبغ عن سطح الزجاج. عندما تنزعيه، يجب أن يبدو كهذا. أوه، إنه يبدو كهلام فضائي أو ما شابه. حسناً، إليك الجزء المرح. فيما صديقتك في الحمام، ضعي الصمغ الجافة على لوحة مفاتيح الحاسوب. اغلق الشاشة حتى لا تراها فوراً. الجزء التالي مهم. ضعي كوب حليب فارغ بجانب الحاسوب تماماً ليبدو كأنه انسكب عليه. أجل؟ هيلي، هل أوقعت الحليب هذا وأنت بعيدة؟ أوه، لا تقولي إنك سكبتيه على حاسوبي. يا ربي، علي مسحه. ها؟ ماذا يحدث؟ انتظري لحظة، هذا حليب زائف. ولماذا أشعر أن فيكي وراءه؟ لا شيء يضاهي نزعة في الحديقة وأنت تدردشين مع صديقة. أو إن الفتاة تسقط. يا ربي، الكثير من الدم. تريدين عمل جرح مزيف؟ خذي ملمع الشفاء وضعيه على راحة يدك. ادمجيه بأصابعك جيداً، ثم أضيفي بعض الغراء فوقه. ضعي طبقة جديدة منه. الآن ألصقي قطعة منديل رقيقة على الغراء. اضغطيها هناك لتتشرب الرطوبة. والآن ضعي بعض ظلال العيون واضغطيه فوقه بفرشاة. عند الانتهاء يحين وقت ظلال العيون الأسود. هذا يعطي الجرح بعض العمق، ترين؟ أخيراً ادهني الفازلين فوق كامل الجرح. يبدو حقيقياً، صحيح؟ يبدو فظيعاً. ساعدوني! اهدئي يا فتاة، ليس حقيقياً. انظري، أترين؟ لا جروح. تباً، لقد أخفتني حد الموت صوفيا. هل تعملان على المشروع الذي يجب تسليمه غداً؟ ما هو الوقت الآن؟ حسناً، لقد انتهيت. بالكاد أستطيع أن أبقي عيني مفتوحة. أوه نعم، يا له من شعور رائع. هل صوفيا نائمة؟ يبدو أني سأنهي هذا المشروع لوحدي، لكن أعتقد أن لدي متسع من الوقت لأخذ استراحة لمقلب صغير. إن كان صديقك غارقاً في النوم، فقد يكون الصمغ طريقة رائعة لمنحه مظهراً جديداً. ما عليك سوى وضع بضع قطرات من الصمغ على جبينه وخديه. افركها الآن، لكن بحذر حتى لا يستيقظ. الآن بمجرد أن يجف قليلاً، قم بتقشير بعض القطع حتى تتدلى من وجهه. سيكون هذا المقلب مضحكاً للغاية. حان وقت إيقاظ الصديق. صوفيا، صوفيا، استيقظي، وجهك يتساقط. ها؟ يا إلهي، ماذا يحدث؟ لماذا بشرتي تتقشر هكذا؟ اتصلي بطبيب الجلدية. كلا، استدعي الإسعاف. يا إلهي، لا أستطيع التمثيل، هذا مضحك جدا. أنت لا تحتضرين يا صوفيا، إنه مجرد صمغ. كيف ستشعرين لو قلت لك أن وجهك كان يتساقط؟ حسناً، بقيت حصة واحدة قبل الفسحة. من المؤسف أنهم لا يسمحون بالقيلولة في المدرسة. سأريح عيني فقط لبضع دقائق. أو، هل لانا نائمة؟ نعم، غارقة في النوم. وعندما يكون صديقك غارقاً في النوم، فإنها فرصة مثالية لعمل مقلب علي. لهذا المقلب، أحضر مسماراً طويلاً كهذا وقصه إلى نصفين. ثم ضع بعض الصمغ الساخن في منتصف قطعة صغيرة من ورق برشمان. ألصق النصف العلوي من المسمار عليه بحيث يكون واقفاً. بمجرد أن يجف الغراء، لونه بمانيكير أحمر. افعل الشيء نفسه الآن على قطعة برشمان أخرى مع النصف السفلي من المسمار. الآن خذ القطعتين وضعهما على جانبي يد صديقك النائم. احرص على ألا توقظه. نعم، سيكون هذا المقلب رائعاً. لانا، استيقظي يا جميلة. أشعر بدغدغة. ما خطب يدي؟ اتصلي بالإسعاف يا صوفيا. هدئي من روعك، إنه مجرد مقلب مضحك. حسناً، لقد كانت بتأكيد وسيلة منفرة للاستيقاظ من القيلولة. على الأقل لم أصب بأذى. هيا، اعترفي أنه كان مقلباً ممتازاً. لا أزال صديقتك المقربة، صحيح؟ يومك مثل القيام بخطوة خاطئة. أو أترون ما أعني؟
الشاحنة البريئة. يا إلهي، وفوق ذلك كله كسرت ذلك الشيء اللعين. رسمياً هذا أسوأ يوم جمعة على الإطلاق. هيا صديقي الصغير، صديقي لدي عمل لك. أحضري دمية بلاستيكية صغيرة كهذه وضعي القليل من الغراء عليه. والآن ألصقي دبوس الشيء الذي كسر وألصقيه بالدمية. يا له من دبوس جديد. يا إلهي، دبابيس جميلة. هذه طريقة لجعل يومك أفضل يا آمي. مرحباً، عذراً تأخرت قليلاً. هذه الدبابيس رائعة، هل يمكنني اقتراضها لبعض الوقت؟ هذا الورد يعجبني أكثر واحد. رائع، شيء ما يقول لي بأن هذا نتيجة أحد مشاريعك الحرفية، أليس كذلك؟ ماذا؟ تحول الامتحان إلى الساعة 12؟ يا إلهي، سأتأخر. جهزي نفسك سريعاً واذهبي يا صوفيا. أحتاج هذه أيضاً. حذاء جميل، ولكن هل أنت متأكدة أنك قادرة على الجري للفصل بهذا؟ ها قد وصلت، ها قد وصلت. صوفيا، حذاءك. مهلا سندريلا، هل هذا لك؟ أجل، حتما فقدته في طريقي. شكرا جزيلا. إذا كان حذاؤك ينزلق دائما، فجربي أن تلصقي به خلخال كاحل. ضع القليل من الغراء على حافة شريط واطويه حول السوار. رائع، والآن أضيف القليل من الغراء للجزء الخلفي من الحذاء كما هو موضح. ألصق الشريط على الحذاء هكذا. أترين، يمكنك التأكد الآن بأن حذاءك لن ينزلق أبداً. هذه الحيلة ليست عملية فقط، بل جميلة أيضاً. مرحباً إيمي، ماذا لديك؟ زرافة جديدة؟ إنها جميلة جداً. يبدو هذا مكاناً رائعاً للحفاظ عليها. يبدو بأن اليوم هو يوم تنظيف، حان وقت نفض الغبار. لننظف أيضاً في الأعلى هناك. يا إلهي، لم أقصد فعل هذا. حتماً ستقتلني إيمي. حسناً، لنرى ما إذا كانت هناك طريقة لإنقاذ هذه الدمية. هذا سيء للغاية. مرحباً، شكراً على التنظيف. مهلاً، كيف لك أن تكوني مهملة هكذا؟ إنها جديدة يا صوفيا. حسناً، أعتقد أن لدي فكرة. أحضر النصف المكسور من الدمية كهذه الزرافة وافرك حافته بقطعة من ورق السنفرة. وبمجرد أن تصبح المنطقة ناعمة، ضع كمية جيدة من الغراء الساخن على المكان المكسور. وقبل جفاف الغراء، ألصق عليه طبقاً غائراً كهذا. وفي منتصف الطبق، ضع القليل من الغراء أيضاً. والآن، أحضر رأس الدمية وألصقه مباشرة بالغراء. وعندما يجف الطبق، ضع فيه الحلوى المفضلة لديك. حلوى الدببة؟ اختيار جيد. مرحباً إيمي. واو، جيد، يصبح كل شيء أفضل إذا أضيف القليل من الحلوى. جميل جداً. يبدو هذا جيداً. حسناً صوفيا، لقد سامحتك. إذن حان الوقت للاستعداد للخروج. ماذا أرتدي؟ ماذا أرتدي؟ هذا؟ كلا، دافئ جداً. بلوزة؟ لا تبدو مناسبة. لقد نسيت تماماً أن لدي شورتاً قصيراً من الصيف الماضي. جميل جداً. أجل، وجدته. رائع، إنه يناسبني تماماً. مهلاً، إنه جميل ولكنه يبدو أقصر بكثير مما أتذكر. جربي هذا. ضعي بعض الغراء على طول الجزء السفلي لحواف الشورت. وألصقي بها قصاصات من أي نوع من القماش الدانتيل، اختيار رائع. واضغطي بقوة على الغراء. مهلاً، لا تنسي القيام بالشيء ذاته من الجهة الأمامية. ضع الغراء ومن ثم اضغطي. أي الحرف والأشغال اليدوية تفضلن أكثر يا فتيات؟ أخبرونا بذلك في التعليقات أدنى. ولا تنسوا الضغط على زر الإعجاب إن أردتنا مشاهدة المزيد من فيديوهاتنا قريباً.
من كان يظن بأن الشورت القديم سيبدو أنيقاً هكذا، تهانينا، لقد تجنبت التعرض للإحراج إذا ما انزلق الشورت. أحسنت صنعاً.